بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الموهبة والإبداع المخصص للفنانين والمبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر فكرة ريادية قطرية تهدف إلى إتاحة الفرص للجميع دون تمييز لإبراز الموهبة الفنية بكافة أنواعها. طبعاً هي في نفس الوقت مساحة وفضاء مفتوح متاح للمواهب بهدف تعريف الآخرين بقدرات وإمكانيات أبنائنا من وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع انطلاقة هذا الموقع ستكون الفرص متساوية إن شاء الله للجميع بعرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لكافة القائمين على هذا الموقع الرائد والنوعي والذي أتمنى له النجاح إن شاء الله والتوفيق، مهنئا بذات الوقت كافة المشاركين والمشاركات من الأشخاص المبدعين من ذوي الإعاقة.